الحمد لله على السلامة يا ناجي بيه، منورين العريس يا شباب. ايه الجمال دي؟ نهارنا عريس طب الحليب. صباح الفل يا راس فرج، وحياتك يا ابو، خد العربية دي معاك وانت نازل، سيبها لنا في الفيلا اللي كنا فيها. من عينيا، اتفضل. أنا أجرت لك أنضف عربية في العريش، وسواق عاقل يمشي بيك تحس إنه مش ماشي. واد يا سليم. أيوه يا بيه. أنا قلت لك هتاخد الزباين دول توديهم على فين؟ على رفح عند أبو موسى، بس مهمش غير قدام باب البيت عشان هم حبايب، فاهم؟ فاهم. اجري هات العربية. حاضر يا بيه. النبي ما تعمل كده، النبي يا ناجي بيه ما تعمل كده، احنا بنخدم محبة وحياة النعمة الشريفة. سينا يا سليم؟ ايوه يا بيه. يعني تعرف ابو موسى؟ ومين ما يعرف ابو موسى يا بيه؟ اخباره ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. ايش؟ الشباب هدول كلهم رايحين غزه؟ اصل احنا رايحين نجيب بضاعه وراجعين اخر الليل يعني. غريبه هذه. ايه الغريب اللي فيها؟ الناس بتاخد بضاعه من هنا بتوديها هناك. اول مره اشوف حد يسافر ياخد بضاعه من هناك ويجيبها هنا. لا اصلا مش بضاعة بضاعة، هم لينا قرشين عند ناس رايحين نجيبهم يعني. زين هاجبك بيطني قد. ايش؟ انتوا يهود؟ يهود ايه؟ يهود ازاي؟ احنا مصريين والباسبورتات اهي. اهو الباسبورتات اهي. مصري يعني مش ما فيش حاجة. اصل الواد ابراهيم ده يحب يعمل مقالب. ده ابراهيم، ما تتكلم يا ابراهيم. ده انا بقول ان السواق سواقته ممتعه جدا وانه كيوت. انه ايه؟ كيوت. طب بص يا باشا، كيوت ولا مش كيوت؟ كيوت. ها؟ لا كيوت. كيوت. اطلع سولو، اطلع. لا كيوت اصلي. يلا سولو، انت كيوت يا سولو. اطلع. رخصك. ناجي عطا الله، عميد سابق وملحق سابق بالخارجية. على فين يا ناجي بيه؟ رايحين نحضر فرح عقبال اولادك. فرح مين؟ فرح بنت ابو موسى في رفحة. ودول مين؟ دول الفرقة اللي هتعمل زفة وتهيص في الفرح، نقطة للعروسة يعني. اتفضل. اتفضل يا نجيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدا الليلة. عريسنا ازاي نجحيلة الحلوة، عروسته حلوة وجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ الليلة.